وزي ما عودناكم في أرابود على اللقاءات المتميزة مع أبرز النجوم، النهاردة لينا لقاء خاص وحصري أجرى زميلنا يحيى حمزة مع الفنان إياد نصار اللي اتعرف بأعماله وأدواره المتميزة واللي قدر من خلالها أنه يفرض فنه وموهبته على الجمهور وبقى فنان من العيار التقيل. إياد اتكلم عن مسلسل مانجاني وعن اختلافه عن مسلسل موجة حرة، وهل الدراما هتبعده عن السينما؟ وكمان كلمنا عن سبب قلة ظهوره إعلاميا ومسلسلاته الجديدة في 2015 وتجربته في فيلم ساعة ونص. النهارده معانا في عرب وود ممثل من العيار التقيل، دايما في اختياراته بينقي الادوار الصعبه والادوار المختلفه. منور النهارده في عرب وود استاذ اياد نصار. منور، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني طيب. عايز ابتدي معاك من الاول من مانجاني، هو المسلسل دلوقتي اللي بيتذاع، وعايز اعرف ليه اخترت النوعيه دي من المسلسلات، يعني النوعيه البوليسيه، ليه اخترتها عشان ترجع بيها للدراما؟ لانه ممكن يعني من خلال اخر كام سنه كده كان في شكل من او نوع اختيار معين للعمل الرمضاني اللي اكون موجود فيه، فبصراحه انا ما اقدرش اطلع عن النوع ده، وبنفس الوقت انا حابة اقدم نوع السسبنس والثريلر، وخصوصا انه ده يعني محبوب عند الناس، فكانت افضل تجربه بالنسبه لي اللي هي تجربه مانجاني، اللي هي اساسا تجربه اذاعيه قديمه كتبها الدكتور نبيل فاروق واللي هو بيكتب برضه مانجاني. فاخترنا احنا مانجاني كاسم لانه هو امتداد لنفس المسلسل القديم اللي كان الناس بتشارك برضه بنفس الطريقه في حل الجريمه والوصول للمجرم، فانا حابة اقدم النوع ده لانه له شعبيه كبيره عند الناس، بس برضه بنفس الوقت مش عايز اطلع عن النمط اللي انا بقدمه في رمضان. تمام. الشكل الاعمال، فكان مناسب انه يتقدم بره رمضان، وبنفس الوقت الشكل الجديد بمعنى انه حلقه في الاسبوع، سيزون 13 حلقه وبعدين نكمل 13 حسب نجاح العمل. دي برضو يعني سوق جديد بالنسبه للدراما العربيه. طيب انت قدمت شخصيه الضابط يمكن في موجه حره من سنتين، وبتقدم في مانجاني برضو شخصيه ضابط، ايه الاختلاف؟ يعني ايه اللي شدك في شخصيه الضابط في مانجاني عشان تروح لها بعد موجه حره؟ انا قدمت الضابط في مواطن اكس، وقدمت الضابط في مانجاني، وقدمت الضابط في موجه حره، والحمد لله انا كنت في تحدي كل مره، ولسه ممكن اقدم كمان ضابط، لانه كنت في تحدي انه كل مره الضابط هو انساني، المهنه ما بتشكلش ليها تاثيرها على البني ادم، لكن ملهاش نمط، يعني ده بني ادم في الاخر، فهو له طريقه. فسيد العجاتي مختلف تماما عن ادهم، مختلف تماما عن شريف مواطن اكس، وممكن اقدم كمان، يعني لو هتشوف مثلا تجارب ممثلين زي الباتشينو مثلا، قدم شخصيه الضابط في كتير من افلام، وفي كل مره في تركيبه معينه، لان هو البني ادم، هو تركيبه البني ادم والحكايه بتاعته هي اللي بتحدد نوع الكاركتر، وبرضه بنفس الوقت هو تشالنج، انا تحدي بالنسبه لي انا، يعني عايز اشوف هل انا فعلا قادر افرق بين التركيبه دي وتركيبه، رغم انه المهنه واحده، والحمد لله يعني انا اعتقد انه في فرق بين الثلاث شخصيات. راضي عن ردود افعال الناس بعد اذاعه كذا حلقه من المسلسل مانجاني؟ اكيد اكيد انا مبسوط، رغم انه احنا لسه بنصور والموضوع مرهق والعمل طبيعته مرهقه جدا، الا ان انا مبسوط على النتيجه لغايه دلوقتي، واعتقد كمان في الريران كمان هيكون النتيجه احسن كمان ان شاء الله. هتشارك في رمضان 2015 في حاره اليهود، عايزك تكلمنا عن المسلسل او عن دورك في المسلسل. حاره اليهود هو نوعيه الاعمال اللي انا بحب اكون موجود فيها في رمضان كل سنه، سواء يعني من 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 بدايه مثلا مسلسل الجماعه لمواطن اكس لموجه حاره لسر علني، في نوعيه معينه من الاعمال بحب اكون موجود فيها. حاره اليهود هو بينتمي للنوع ده من الاعمال، بيتكلم عن مرحلة تاريخية مهمة في مرحلة الوجود الجالية اليهودية المصرية اللي طبعا كانت موجودة، وبيناقش هل هو فكرة خروجهم من مصر هل كان قرار صح ولا قرار خطأ، هل يعني بيناقش المرحلة التاريخية بشكل من خلال قصة حب بين ضابط جيش مصري وبنت يهودية، أنا عامل ضابط الجيش ومنة شلبي البنت اليهودية، بيناقش العلاقة دي، بنطرح التساؤل ده وبنشوف، يعني في الاخر العمل التاريخي لما تقدم عمل تاريخي حتى لو كان تاريخ قريب انت ما تخشش متحف، يعني انت بتطرح تساؤلات. صح. فدي حارة اليهود. طيب انت مركز في الدراما السنه دي يمكن اكتر من اي سنه، مش خايف ان الدراما تبعد اياد نصار عن السينما المصريه؟ متردد شويه لنوع الاعمال المطروحه، حاولت اكون في اعمال معينه مثلا زي مصور قتيل، زي ساعه ونص، لكن ما طرحش الشيء اللي فعلا يشدني ان اكون في مشروع سينما.
طب انت كل ادوارك بتنقي الادوار الصعبه الادوار الغريبه، ما بتحسش ان ده مغامره بنجوميه اياد نصار دلوقتي؟ وما يا طبيعتي كممثل، بس انا كسرت التجربه دي السنه دي. انا بقدم مسلسل رومانسي بسيط اسمه اريد رجلا، تمام، عن روايه اريد رجلا. بقدم مسلسل بسيط، شخصيه رومانسيه، شخص من اصول صعيديه وفي علاقه حب وقصه حب وصراع بين العادات والتقاليد وبين الحب وكده، ودي شخصيه بسيطه جدا يعني، هي بسيطه مش معقده. بحاول يعني ان اقدم، فمش عارف هنجح في الشيء البسيط وانا بحب المعقد اكتر. لا ان شاء الله طبعا تنجح. اياد نصار بعيد عن الاعلام في الفتره الاخيره ليه؟ يعني هي طريقه تفكير، ممكن اكون صح وممكن اكون خطا، بس اوقات البرامج الانترفيو مع الممثل بيحب يكون داخل في مناطق شخصية أكتر، يعني مش دايما بيكون حرفي بالطريقة اللي احنا بنتكلم في عمل من الجاني ويدراجل عن حارة اليهود. عادة في معظم البرامج بتكون ليها علاقة بفكرة انك انت اياد مين بتعتبر تدخل في حياتك الشخصية. لا لا مش تدخل، هي هو حقه، بس انا بخاف من الموضوع ده انه يكشف جزء من طبيعتي، لانه انا اكون صادق فما عودش اتصدق في تقديم اي شخصية تانية. أنا مش يقدم مصداقيتي. أنا طيب عايز أتكلم عن فيلم ساعة ونص، يمكن فيلم ساعة ونص عمل جدل كتير حوالين الشخصية اللي أنت قدمتها، عايزك تكلمي عن الشخصية وكمان إزاي حضرت الشخصية، شخصية صعبة. هو عز كان شخصية صعبة جدا، وخصوصا إنه أنا ما سافرنش الوقت وخلال وجودي في مصر إنه أنا أحتك أكتر، أوصل للناس بطريقة يعني مراقب من برة، بس أنا ما عشتش التجربة، ما عملتش مخزون بصري عنها، فده خد مني مجهود كبير وبنفس الوقت ارتجال على الواقع. يعني انا احاول اقرا كبني ادم، شخص بيتحرك في القطر 24 ساعه بيجري شايل كتب، فتخيلت انه هو اكيد وقع فايده مكسوره او يعني فيها مشكله في رابط ايده، ده يدل على فكره انه الشخصيه اساسا مكسوره. صح. الشكل النمط هو شخص كان ثوراجي لكن كان في الجامعة وثورة ونفس الوقت انكسر فاضطر يبيع رسائل حب، فحتى النظارة اللي كان لابسها شكلها شوية عارف الشخصية ماركسية مثلا كانت، لكن معوجة كده يعني عارف متبهدلة، شوية تفاصيل أنا أضفتها ممكن ما تكونش موجودة في الواقع، وأنا ما بحبش النسخ الواقع كما هو، لأنه الشخصية مفترضة دراميا على الورق، فأنت لازم تخلق منها برضو شيء جديد، يعني ما يكونش هو اللي تشاف في الحياة. زي فكرة مثلا بيقولك أنه اللي بيرسم بورتري ده رسام، هو بيرسم بس مش ده الرسام، الرسام اللي بيكاسو اللي خرج عن إطار الرسم الحقيقي. ففكرة أنك أنت تعمل كوبي بيست عن الشخصية في الحياة زي ما هي وتقول أنه دي موجودة، لا لازم يكون في إضافاتك الشخصية اللي هي تقرأ الشخصية دي بشكل جديد تقدمه للناس. هل فده عز يعني في ساعة ونص طبعا. هل نجوم، هل اياد نصار مع نجوم دراما الشباب يعني؟ خلاص في السنين الأخيرة بنشوف المسلسلات بتبقى دراما شبابية يعني كلها مجموعة، مش حد ما بقاش فيه بطل بعينه زي الأول، هل رأيك في الموضوع ده؟ أكيد أنا مع دايما أنه ما فيش حاجة اسمها ممثل لوحده يعني هو القائد للعمل، لازم يكون في مجموعة حواليه. البطل ومش البطل دي مسألة تسويقية بس مش مسألة ليها علاقة في الدراما. الدراما مفيش حد لوحده بيعمل العمل لوحده، لانه دي خطوط وقصص متشابكه واكشن ورياكشن، فيعني الموضوع طبعا لازم يكون في مجموعه، والاتجاه لفكره انه المجموعه هي البطل انا مع ده دايما يعني. انا مش هطول عليك، وكنت مبسوط طبعا ان انا معاك، وبتمنى لك طبعا التوفيق في رمضان باذن الله 2015، ودايما بتمتعنا بالجديد والمختلف والصعب كمان ان شاء الله. نورتنا. رب شكرا ليك، نورتنا. خلص لقائنا طبعا مع الفنان المتميز اياد نصار، اشوفكم دايما في لقاءات جديده. السلام عليكم. وبكده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم بسرعه جدا يا اميره. استنونا بكره في نفس الميعاد مع اخبارنا الحصريه، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك وتويتر. نشوفكم بكره، باي باي.